العالم بتاعنا بيضم أنواع كتير جدا من الحيوانات الأليفة والمفترسة، سواء كانت بتعيش في البر أو البحر، وأكيد كلنا عايزين نتعرف على جميع أنواع الحيوانات دي. علشان كده هنتعرف في الفيديو ده عن أضخم الحيوانات الموجودة على الأرض حاليا، وهنبدأ من أقلها حجما لحتى أكبرهم. 10. دب الكودياك. بيجي دب الكودياك في الترتيب العاشر، وهو واحد من أكبر المخلوقات على الكوكب ده. بيعيش دب الكودياك في قصر أرخبيل الكودياك في ألاسكا، وبيوصل طول الصقر تقريبا لتلات أمتار ونص، وبيوصل وزنه ما بين 680 و816 كيلو جرام. ومن ناحية تانية هنلاقي إن الإناث وزنها بيقل من 20 لـ30% عن الذكور. دب الكودياك بياكل كل من الأسماك أو العشب أو التوت، بالإضافة لحاجات تانية كتير. بيكتسب دب الكودياك 50% من وزن جسمه في فصل الربيع، وفي الغالب بيحب يعيش في البرية. 9. التمساح. بيعتبر التمساح هو أكبر السواحف ومن أكبر المخلوقات اللي في العالم. المناطق الاستوائية هي موطن التمساح الأصلي، وبيوصل طول التمساح البالغ من 1 لـ8 متر تقريبا، وبيوصل وزنه 1 طن أو أكتر. بتقدر التمساح إنها تفضل حية لشهور كتير من غير أكل، وفي الغالب الخنازير والطيور والأسماك هي الوجبات الرئيسية للتمساح. ومن الحاجات المهمة إن التمساح مش بيعرق، فبيفتح بقه لفترات طويلة لتبريد درجة حرارة جسمه. 8. الثور الآسيوي. الثور الآسيوي هو أكبر المواشي اللي في العالم، وأصله من جنوب آسيا، وطوله بيوصل من 2.5 لـ3.5 متر، وبيوصل وزنه لأكتر من 1 طن. بيمتلك الحيوان دقن طويلة طولها ممكن يوصل لمتر أو أكتر، بالإضافة إلى إن حجم صقر الثور أكبر من الأنثى بـ30%. بيتواجد الثور الآسيوي في الخبات والمراعي الخضراء، ومصدر غذائه الرئيسي هو العشب. 7. الزرافة. الزرافة من أطول الثدييات على وجه الأرض، وبينتشر بقدرة في جنوب أفريقيا. بيوصل طول الزرافة لـ6 أمتار، ووزنها من 1 طن لـ1.5، وبسبب رجليها الطويلة فأكلتها المفضلة هي أوراق الشجر، وسرعتها القصوى بتوصل لـ50 كيلومتر في الساعة. لسان الزرافة القوي بيساعدها على أكل أوراق الشجر بسهولة، لأن بيوصل طوله الـ21 بوصة تقريبا. تخيل إن الزرافة بتتمشى يوميا مسافات طويلة بحثا عن أكلها. 6. فرس النهر. فرس النهر هو ثالث أكبر حيوان بري على وجه الأرض، وبيجي في المرتبة السادسة في قائمتنا كسادس أكبر حيوان في البر أو البحر. بيرجع أصل فرس النهر لجنوب أفريقيا، وبيوصل وزنه لأكتر من 3 طن. بيقضي فرس النهر أغلب وقته في المية علشان يبرد جسمه من الحرارة، وبياكل 36 كيلو جرام من العشب في اليوم الواحد. الحيوان ده ممكن يمشي تقريبا 6 أميال، بيطور على الأكل بتاعه، ووجبته الأساسية هي العشب والفواكه المتعفنة. 5. وحيد القرن الأبيض. يعتبر وحيد القرن تاني أكبر حيوان ثدي في العالم، وبيجي في المرتبة الخامسة في قائمتنا، وتقريبا هو موجود في كل أنحاء أفريقيا. طوله بيوصل لـ4 أمتار، أما وزنه فبيوصل لـ3.5 طن. الحيوان ده اجتماعي جدا، يعني ممكن يعيش مع البشر من غير أي مشاكل. تخيل إن عنده قوة تحمل، يعني ممكن يقعد 5 أيام من غير مية. 4. الفيل الآسيوي. تعتبر الأفيال الآسيوية أكبر المخلوقات البرية في القارة الآسيوية، وبيوصل وزنها لـ5 طن، وطولها 3.5 متر. وبيمتاز الفيل الآسيوي بالودان الصغيرة على عكس الفيل الأفريقي. وفيه 3 أنواع من الأفيال الآسيوية، وهم الهندي والسريلانكي والسومطرة. فترة حمل الأفيال اللي بتوصل لـ23 شهر هي أطول فترة عن أي ثدييات تانية، وبيوصل حجم الفيل المولود لـ90 كيلو جرام تقريبا. 3. الفيل الأفريقي. الفيل الأفريقي هو أكبر حيوان بري موجود على الأرض من حيث الوزن. بيوصل وزن البالغ منه لأكتر من 6 طن، وبيوصل طوله لـ4 أمتار، وعنده ودان وأنياب كبيرة، ومكان تواجده هي الخبات المطيرة في وسط وخرب أفريقيا. الأعشاب والفواكه هي وجبة الفيل المفضلة، والبالغ منه بياكل حوالي 136 كيلو جرام في اليوم الواحد. 2. قرش الحوت. النوع ده من القروش ممكن يوصل طوله لـ12 متر، وبيوصل وزنه لـ18 طن، وهو تاني أكبر حيوان في العالم، وأماكن تواجده سواء في المحيطات الحارة أو المدارية، وبسبب فكه القوي ممكن ياكل كميات كبيرة في وقت واحد، وليه أسنان كتير ممكن يوصل عددهم لـ350 سنة، لكن مفيش خطر من القرش الحوت على الإنسان. 1. الحوت الأزرق. الحوت الأزرق هو أكبر حيوان بحري عاش على الأرض، سواء حاليا أو في أي وقت عدى. بيوصل وزن الحوت الأزرق لـ200 طن، وطوله بيوصل لـ30 متر، وأماكن تواجده غالبا في جميع محيطات العالم. وأكتر حاجة مثيرة للاهتمام إن وزن لسان الحوت الأزرق بس تقريبا بيعادل وزن الفيل.
تخيل ان الواحد ممكن يسمع صوت الحوت ده على بعد 1000 ميل، وبالطريقة دي هو بيتواصل مع الحيتان التانية، وبسبب كبر حجمه ممكن ياكل 4 طن في اليوم. تخيل انه ممكن يسافر لمسافات طويلة بسبب تغيرات المناخ. وبس كده، ياريت تشتركوا في القناة وعرفونا في التعليقات حابين نتكلم عن اي موضوع.